يشارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي واجتماعات لجانه المصاحبة تحت شعار القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، حيث تعقد أعمال المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 24 من فبراير الجاري وحتى 4 من مارس المقبل لبحث ميثاق الاتحاد ونظامه الداخلي وموضوع مكافحة الإرهاب وقانون المرأة والطفل. وأشارت معالي رئيس مجلس النواب إلى أن ما يمثله شعار هذا الاجتماع من أهمية في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني وما يواجهه من ممارسات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي تشكل خروجا عن الأعراف والتقاليد والأديان، بما يقتضي معه التعاضد والتعاون العربي لإيقاف هذا التصعيد الخطير في الأراضي العربية المحتلة، مؤكدة ضرورة حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ودعمه لإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يعكس موقف مملكة البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية.